خلينا ناخد على التليفون ايمن جلبرتو الناقد الرياضي وزميلنا العزيز طبعا. يا ايمن بونجور عليك في البدايه. صباح الخير عليك. صباح الخير على كريم. صباح الفل عليك يا ايمن، سعداء كالعاده بوجودك معانا، وطبعا عندنا كلام كتير نتكلم معاك فيه يخص محمد صلاح وبعد ماتش امبارح بشكل خاص. طبعا شفت التالق الاستثنائي اللي كان عليه محمد صلاح وليفربول ككل. طبعا الحقيقه فكرك بقى الوضع الفتره الجايه بالنسبه لمحمد صلاح هيكون عامل ازاي، لان برضه لسه في كلام بيدور حوالين استمراريه محمد صلاح مع ليفربول من عدمه وامكانيه ذهابه الى الدوري الاسباني تحديدا، ودي برضو من اسماء الدوريات اللي ابتدت تتردد في الفتره الاخيره، فشايف ايه وتوقعاتك ايه؟ اتفضل. لا يمكن بعد خلاص يعني المفروض بعد التجديد اللي صلاح عمله لعقده الفتره اللي كانت الاخيره، ان هو يعني واحد من تقريبا اكثر لعيب بيقبض، بيتكلم عن راتب يعني السنوي بتاعه في ليفربول ومن اكثر لعيبه في انجلترا، فاعتقد هيبقى صعب قوي ان هو يروح مكان تاني حتى لو اسبانيا، خصوصا كمان ليفربول دلوقتي في ساديو ماني مشي وخلاص فيرمينيو كمان ماشي، يعني صلاح نفسه يعتبر واحد من كباتن ليفربول في الحالي، واحد هو ابرز نجم فيه، فما اعتقدش ان ليفربول هيبقى من السهل قوي يفرط فيه، الا لو يعني الفكره بتاعت او الكلام اللي داير على ان ليفربول كده كده ممكن الفترة اللي جاية الملاك بتاعه يبيعوه، فممكن يبقى في تفكير ان صلاح كمان مثلا يتباع عشان امور معينة، لكن يعني صعب قوي لان كمان الاندية اللي تقدر تدفع راتب صلاح في الوقت الحالي مش اندية كتيرة، خلي بالك اكيد اسبانيا تحديدا الفترة الاخيرة حتى لو ريال مدريد او برشلونة عندهم مشكلة، وتحديدا برشلونة في فكرة الموضوع الرواتب الكتير والكلام ده، فالموضوع مش سهل خالص على ان نادي حاليا يقدر ان هو يعني يدفع الراتب بتاع محمد صلاح. والامانه وجود محمد صلاح في ليفربول خلاص يعني انا اعتقد افضل حاجه لمحمد صلاح ان هو يكمل مسيرته في ليفربول، يعني هو خلاص اعتقد ان صلاح واحد من اللعيبه اللي ممكن قريب يتعمل لهم تمثال يعني ده ما كانش اتعمل بالفعل خطير. بالظبط، لانه انت بتتكلم في هداف التاريخي للدوري الانجليزي مع ليفربول، متخطي اساطير زي روبي باولر ستيفن جيرارد زي مايكل اوتني، يعني لعيبه كلها بنتكلم اسامي تاريخيه في ليفربول. صحيح هو كمان في طريقه ان هو يعني قرب، يعني اعتقد صلاح ممكن السنتين الثلاثه اللي جايين دول تلاقيه في التوب 3 بتاع الهداف التاريخي لليفربول بشكل عام. لا يعني ارقام كلها اسطوريه، بنتكلم في حاله خاصه لاعب مصري في الدوري الانجليزي، فيعني انا لو مكانه اعتقد افضل ان انا استمر مع ليفربول، لان بقى يعني كل حاجه موجوده، التاريخي موجود، الجماهيريه والشعبيه موجوده، بلعب في نادي من اعرق الانديه في اوروبا وفي انجلترا، بالاضافه لكل ده حتى الراتب مثلا الراتب كويس، فمفيش حاجه تخليني امشي من ليفربول الا لو يعني مشكله كبيره بقى. بص يا ايمن، هو ليه تم يعني تصدير بعض الكلام اللي زي كده او الاشاعات اللي زي كده؟ لان احنا كنا عارفين ان او متابعين ليفربول ما كانش في افضل مستوى ليه الفتره اللي فاتت، شفنا الهجوم من الصحف الانجليزيه تحديدا ومن بعض الجماهير في ليفربول لمحمد صلاح، حتى يورجن كلوب ما كانش الافضل مع محمد صلاح، ولحد ما كان عاجبه الموجه الموجهه او غضب الجماهير ان هو انصب في محمد صلاح وتماما هو تنصل من مسؤوليه تراجع مستوى ليفربول، فدي نقطه ما كانتش عجباني شويه وكان عليه علامه استفهام الفتره اللي فاتت، لكن الفترات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي وتحديدا مباراه امس في عوده مره تانية، في تالق مره تانية، وفي تغيير في اسلوب الكلام، حتى التصريح اللي انا كنت لسه بقراه دلوقتي ليورجن كلوب الى حد ما اختلفت اللغه، الجماهير كمان، الصحف، فكل ده بيؤدي ليه طبعا فكره هنا النظر بشكل سليم الى حد ما، ان احنا كنا زعلانين على محمد صلاح الفتره اللي فاتت، كنا حاسين ان هو بيتحمل مسؤوليه مش بتاعته، تراجع اداء ليفربول مش مفروض شخص هو الوحيد اللي يتحمله، فدي نقطه برضو عايزه اتكلم معاك فيها. لا طبعا انت عندك حق، فكره ان بس هي دي الجماهير بتاعت الكوره في اي مكان في العالم برضو، عشان ساعات يعني الناس بتلاقيها بتتكلم، طب زي هنا في مصر كده الجمهور الاهلي مثلا ساعات بيزعل رغم البطولات لو في ماتش او اتنين فيهم مشاكل، فدي طبيعه جماهير الكوره في كل انديه العالم، خصوصا الانديه الكبيره زي ليفربول للامانه في الفتره الاخيره كان عنده تذبذب في النتائج بشكل كبير جدا زي ما شايفينه في الدوري الانجليزي، وكمان ماتش ريال مدريد كان ماتش كارثي، فال يعني بنتكلم يعني بص يورجن كلوب بالنسبه لليفربول في
الفترة الأخيرة أو في العصر اللي احنا فيه ده عمل معاهم طفرة كبيرة. واحد رجع لهم الدوري الإنجليزي لأول مرة من 30 سنة، غير كسب تشامبيونز ليج، كسب معاهم يعني أغلب البطولات، محقق أرقام قياسية. برضو المنافسة مع نادي زي مانشستر سيتي بكل ما يملكه ده منافسة صعبة جدا. يعني متخيلة أنت لما تبقي في فصله جايبه 99% فيقول لك لا في واحد اشطر منك عشان هو جايب 100%، يعني الموضوع برضو ايه مش سهل. فده ولكن التذبذب في المستوى بيبقى طبيعي ان الجمهور لازم يبقى غضبان، لان يعني صعب برضو الجمهور يتحمل كل ده. ايوه ما هو ايمن الجمهور كان غضبان، ونتيجه الغضب ده كان متصدر ايه؟ متصدر ان ناس تطالب برحيل يورجن كلوب، ناس بتطالب برحيل محمد صلاح، ابتدت الاشاعات تطلع ان محمد صلاح هيروح هيجي له عرض تاني زي ما كريم قال في الدوري الاسباني. ناس قالت لك لا ده ماضي ال 2025 فما يقدروش ان هم يمشوه دلوقتي، كل ده قيل في الفتره اللي فاتت. ما ده طبيعي مع الخسائر، يعني هتلاقي دايما مع الخسائر في اي نادي كبير في العالم لازم دايما الكلام بيروح عند ابرز النجوم بتاعته والمدرب بتاعه، فده طبيعي. لكن مباراه مانشستر زي ما يعني بقول كده صلاح خلاص، صلاح خد التوكيل بتاع مانشستر يونايتد. وللامانه بدايات صلاح مع ليفربول لو نفتكر الناس كلها كانت بتتكلم ان مانشستر يونايتد ده مجرد عقده لصلاح، لان كان اول كام ماتش كان صلاح ما بيجيبش اهداف. لكن دلوقتي بنتكلم دلوقتي الوضع اتعكس، بقى محمد صلاح هو اللي عقده كبيره بالنسبه له. بالظبط اكتر لعيب سجل اهداف في مانشستر يونايتد ب 12 جول في جميع البطولات، اللعيب الوحيد اللي مسجل 6 ماتشات متتاليه برضه في جميع البطولات صحيح شباك مانشستر يونايتد. صحيح بقى هو العقده طبعا. يعني ربنا حاجه تفرحنا كلنا كمصريين طبعا. فكره التالق اللي فيه محمد صلاح، وعلى فكره برضو جدير بالذكر والشيء بالشيء يذكر برضو فكره وجود محمد النني وارسنال وتصدره للبريمير ليج، فده بيقرب النني كمان ان هو يكون تاني مصري او تاني لاعب مصري يحصل مع فريقه الانجليزي على لقب البريمير ليج، فكل دي حاجات تفرحنا اكيد وتشرفنا. طبعا. لا والنني كمان حاله فريده برضو في حاجه معينه، بنتكلم الفترة الأخيرة إني في بعض الإصابات بيغيب كتير. أيوة. لكن في أرسنال متمسكين بيه كأحد كباتن أرسنال. زي ما شفنا كده بيجدد عقده رغم إن عنده إصابة، يعني هو رجع من إصابة وبعد كده اتصاب تاني دلوقتي. أيوة صحيح. فلسه قدامه شوية عشان يرجع، يعني وارد إن الموسم بتاعه يكون انتهى تقريبا، لأن على ما أتذكر وقت ما أصيب أرسنال ما أعلنش مدة الغياب، قال هو هيغيب لفترة وهنشوف حسب التأهيل بتاعه إيه الدنيا. لكن متمسكين بيه بيجددوا له عشان هو كابتن من كباتن الفريق، اكيد لما هيرفعوا البريمير ليج هنلاقيه موجود في الصفوف الاولى كده، ان هو الراجل بيرفع الكاس ان شاء الله. يعني لو ارسنال كسبوا لا لاني حاله فريده برضه في ارسنال، واخد معاهم كورسات، يعني بياخد كورسات تدريب وابنه هناك، حتى بنشوف فيديوهات لابنه الصغير وهو بيلعب في ماتشات الناشئين او في التدريبات الناشئين. فلا النني حاله جميله الصراحه، الجيل يعني صلاح والنني هم نماذج صحيح طبعا. بالنسبه طيب ايمن انا الكوره لازم يشوف الناس دي يعني. ايمن عايزه اروح معاك انا وكريم بقى سريعا لاخر نقطه، لان في طبعا علامات استفهام كتيره جدا، وبعض المحللين الرياضيين في المنابر الاعلاميه المختلفه، انا تابعت يعني اكيد انا وكريم واكيد انت تابعت، محدش اتفق على نقاط، يعني كان في نقاط كتيره جدا واسباب كتيره جدا، بس من وجهه نظرك يا ايمن وتحليلك امبارح، ايه اسباب فشل مانشستر يونايتد بهذا الشكل مع ان هم كانوا ماشيين بوتيره كويسه متصدرين برضو في التوب 3؟ يعني ايه اللي حصل لمان يونايتد امبارح؟ لا يعني بص في ماتشات كده دايما ايه الواحد بيقول ربنا ما يكتبها يعني على نادي يكون بتشجعه. اللي هو اللي الدي يبقى فجاه كده في داي اوف وفجاه في حاله غريبه بتحصل. يعني الماتش امبارح ما حدش ممكن يتخيل ان ماتش زي ده ممكن يخلص 7 حتى، يعني طبعا 3-4 لو الدنيا فتحت 3-4-8 بالظبط بالظبط، عملها كتير الفتره الاخيره مع يونايتد. لكن 7-0 ده اللي هو فجاه الفريق كله بيقع، وحتى اعتقد ان تنهاج نفسه لما اتسال او يعني اتكلم بعد الماتش ما كانش عنده مبرر، قال لك انا ما اقدرش اقول في مبرر او ما اقدرش ادي اللعيبه مبرر لاي حاجه غير ان في حاجه حصلت غلط، لان ده مش مانشستر يونايتد بالظبط. نقعد نشوف في ايه، لكن فعلا ما تقدريش تحللي ايه اللي ممكن يكون حصل، لان 7-0 دي خلاص بتتكلمي فرقه كل فرصة بتجيلها بتجيبها جول، والفرقة الثانية مش شايفة.
طبعا. هي السبعه والسته والخمسه، يعني لو هنتكلم في انديه العالم مش كل الانديه بتحقق الهاي سكور ده. لو هنتكلم عننا هنا في مصر، الاهلي حققها قبل كده مع كذا حد وكذا منافس، بايرن ميونخ حققها برده لو انا مش غلطانه، وبنتكلم دلوقتي في ليفربول. فالهاي سكور ده اللي بخمسه وسته وسبعه يعني انديه معينه هي اللي بتقدر ان هي يعني تحققها. كده كسب ريال مدريد وبرشلونه صحيح من كام سنه. يعني قصدي ان النتائج دي موجوده، بس لما بتكون في الماتشات الكبيره، يعني لما بنتكلم في ماتش زي ليفربول مانشستر يونايتد، اعتقد فنيا صعب نقول ان في سبب فني. ده اكيد في، يعني عارفه اللي هو ايه، اللعيبه دي فجاه كده جالها كذا سبب، ممكن نقول كذا سبب ان هم غلطين. المهم ان اللي حصل ده حصل، وده اسعدنا كلنا، وان شاء الله محمد صلاح يتالق كمان وكمان الفتره اللي جايه. نشكرك يا ايمن جزيل الشكر، نورتنا بمشاركتك معانا.